أكد وزير المالية محمد معيط أن البنك الآسيوي له أهمية كبرى للمساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية بالقارة الإفريقية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بحضور وزير المالية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا. وأوضح وزير المالية أن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها خلال العامين الماليين 2021-2022 و 2022-2023، مشيرا إلى أنهما وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي. كما أكد وزير المالية أن انضمام القاهرة إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات الدول الأعضاء في مصر، موضحا أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة تأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالمواني. يعني العالم يعد تشكيله اقتصاديا وسياسيا من جديد، ومصر موجودة بقوة في كل المحافل الدولية سواء في البريكس. سيادة الرئيس بيحضر اجتماعات مجموعة العشرين، وادي اجتماعات البنك الآسيوي، دي فريدة من نوعها. معالي الوزير أعطانا صورة متفائلة للاستثمارات في السنوات القادمة، وفي أمل كبير جدا أننا نجتاز كل هذه الصعوبات، لأن الدولة اللي قدرت تعبر مشاكل وأزمات وتحديات كبيرة جدا بعد يناير قادرة بإذن الله أنها تتجاوز هذا الأمر وتخرج إلى بر الأمان. انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقلنا ان البنك يعني عنده 106 عضو ورأس ماله 100 مليار دولار، ومصر من الاعضاء المؤسسين في هذا البنك، يعني من الدول الاقليميه بالنسبه للبنك من حيث التأسيس ومن حيث التمويل، وبرغم انها دوله في قاره افريقيا ويعني لها حصه في رأس المال ب 650 مليون دولار. البنك عمل اجتماعاته السنوية حضوريا فعليا قبل كده في ثلاث دول في العالم، الهند والصين وبروكسل، فدي يعني أول مرة في القارة الأفريقية يعقدها في مصر. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية إلى الهند 4.1 مليار دولار خلال نفس العام. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياته خلال 10 أشهر، ويأتي صعود النفط رغم قوة مؤشر الدولار الأمريكي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 90 دولارا و65 سنتا للبرميل بنسبة تصل إلى 3.14%. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.8% لتصل إلى 87 دولارا و51 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 15.5% لتصل إلى 3 دولارات و3 سنتات للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 39% لتسجل 2.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مدير إدارة آسيا بالخارجية الروسية جيورجي زينوفيف إلغاء سياسة الدولارة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين. ونقلت وسائل إعلام عن الدبلوماسي الروسي قوله إن حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية الصينية نمت بوتيرة سريعة جدا مع حلول عام 2022، حيث كانت تبلغ حوالي 25% قبل أن تتجاوز حاليا نسبة 80%.
منوها بأن الأطراف الاقتصادية الروسية الصينية ابتعدت بشكل كبير عن عملات الدول الغربية. أكدت هيئة الإحصاء الروسية أن التضخم السنوي في موسكو سجل 5.15% في أغسطس، وذلك ارتفاعاً من 4.30% في يوليو. هذا وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيوانوف في وقت سابق أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 بلغت نسبة 2.5% أو أكثر.